لأن الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فمن حكم بشعبه بغير شريعة الله فإنه ما عدل، بل هو كافر والعياذ بالله، لأن الله قال من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا وضع هذا الحاكم لشعبه قوانين تخالف الشريعة وهو يعلم أنه يخالف الشريعة ولكنه عدل عنها وقال أنا لا أعدل عن القانون، فإنه كافر. ولو صلى ولو تصدق ولو صام ولو حج ولو ذكر الله ولو شهد للرسول بالرسالة فإنه كافر، مخلد في نار جهنم يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: ثم ويرون إقامة الحج ويرون إقامة الحج والجمع الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. رحمهم الله أهل السنة وخالفنا أهل البدع تماما، فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله. هم يرون إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا فجارا، حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج يرون إقامة الحج معه. لا يقول هذا إمام فاجر لا نقبل، لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا، بشرط أن لا يخرج فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فهذا لا طاعة له ويجب أن يزال عن ولاية المسلمين بقدر المستطاع. لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ فإن الولاية ثابتة والطاعة واجبة في غير المعصية. لكن السنة والجماعة يقولون نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا، إقامة الجهاد مع الأمن ولو كان فاسقا، نعم ولو كان فاسقا، يقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة لكن يصلي في رحمة، وما يصلي الجماعة إذا أمرهم بالأمر تجب عليهم طاعتهم ولا لا؟ تجب. أهل السنة والجماعة يرون هكذا. وين الناس الآن يروحون أميرهم ما يصلي مع الجماعة؟ الناس يصلون وهو يلعب الشطرنج مع قوم، ولا قوم الشطرنج كم وصلون يعتقدون هذا أميرا ولا لا؟ إيه نعم يعتقدون هذا أميرا، لأنه ما ترك الصلاة لكنه عصى بترك الجماعة وعصى بفعل المنكر الشطرنج، مع أن الشطرنج فيه خلاف بين العلماء. فإنه يجب علينا طاعة ولاة أمورنا وإن كانوا عصاة، فنقيم معهم الحج والجهاد والجمع، الجمع نقيمها مع الأمراء ولو كانوا فجارا، يعني أميرنا يصلي لنا الجمعة وهو فاسق يشرب الخمر ويزني والعياذ بالله ويظلم الناس بأموالهم، نصلي خلفه ولا لا؟ نصلي خلفه وتصح الصلاة حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة حتى خلف المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر، يصلون خلف أهل البدع لأنهم يرون أن خلاف مثل هذه الأمور شر. ولكن هل يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات؟ الجواب لا، كما أسمع إليه قبل قليل. أيضا إقامة الأعياد مع الأمراء، الأمراء يصلون في الناس صلاة العيد، والله أنا ما نقرأ عليهم صلي بصليب نسلان، ما نمصلي فعل نسلان يسهر بالليل ويسمع الأغاني ويلعب الشطرنج، ما نمصلي وراه،
نقول خرجت عن جادة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يصلون الأعياد خلف الأمراء وإن كانوا فجارا، ولهذا قال مع الأبرار مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وبهذه الطريق اللينة الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالب فيه والجافي عنه. يعني قد يقول بعض الناس أهل الغيره كيف نصلي وراء دوله؟ كيف نتابعهم في الجمعة والحج والجهاد والأعياد؟ نقول نعم، لأنهم أئمتنا وندين لهم بماذا؟ بالسمع والطاعة امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولو تخلفنا عن متابعتهم وعن الاهتمام بهم في هذه الأشياء تشققنا عصم الطاعة، وشق عصم الطاعة ليس بالأمن الهين، لأنه يترتب عليه أمور عظيمة. طيب، الأمور التي فيها تأويل واختلاف بين العلماء، إذا ارتكبها ولاة الأمور هل يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم؟ لا يحل لنا منابذتهم ولا مخالفتهم، لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه مما لا يسوغ فيه الاجتهاد. وأما منابذتهم والتمنع من طاعتهم فهذا ليس من طريق أهل السنة والجماعة. أعطوا روح بي عبد الملك ابن مروة. فلكل حادث حديث، المتمكن المتغلب هو الإمام سواء كان مسلما أو كافرا، المتغلب هو الإمام سواء كان مسلما أو كافرة. لو شنودة تمكن الآن يبقى هو إيه؟ الإمام.